قناتكم تيبس فور لايف بترحب بيكم. حلقة النهاردة اسمها كبر قناتك. ما ينفعش يوم يعدي من غير ما تشتغل على القناة بتاعتك. يعني ايه؟ يعني انت مثلا النهاردة عملت فيديو ونشرته في اماكن مختلفة، كده تمام قوي. ثاني يوم لو عندك وقت فاضي افتح القناة وخصص لنفسك وقت معين وتصفح فيديوهات القناة، اعدادات القناة، قوائم التشغيل، التعليقات على الفيديوهات، احصائيات القناة. اثناء التصفح هتبص لقناتك بعين المشاهد، يعني هتحط نفسك مكان المشاهدين وتكون فكرة عن قناتك بشكل عام. هل القناة شكلها جذاب؟ وطبعا الانطباع ده المشاهد بياخده من النظرة الاولى للصور المصغرة وعناوين الفيديوهات. يبقى اول حاجة تعملها وانت بتراجع الفيديوهات هي القاء نظرة سريعة على الفيديوهات القديمة والجديدة برضو، ولو الصور المصغرة محتاجة تعديل، وطبعا انت مع الوقت بتكون اخدت خبرة كافية في عمل صور مصغرة لقناتك بشكل جذاب، وبتكون كمان لاحظت ان في فيديو معين نسبة النقر عليه عالية بسبب ارتفاع جودة الصورة المصغرة بتاعته، فبتبدأ تغير الصور الأقدم وتعملها بنفس جودة الفيديو ده، وبكده انت بتحرك كل فيديوهات قناتك وبتعلي نسبة النقر والمشاهدات الخاصة بيها. طيب انا عندي فيديوهات كتير، هل هقعد اغير كل الصور المصغره؟ ايوه هتغيرها، بس اكيد مش في نفس الوقت. يعني النهارده غيرنا صورتين، بكره زيهم او ثلاثه على حسب الطاقه اللي عندك ووقت فراغك، لان تحسين الصور المصغره هو تحسين لواجهه قناتك وتحفيز زوار القناه للمشاهده والضغط على الفيديوهات. طيب اعمل ازاي صوره مصغره جذابه؟ قلنا قبل كده لو انت شغال على الكمبيوتر بتقدر تستخدم برنامج فوتوشوب، ولو ما عندكش فوتوشوب ابسط حاجه هتعمل صور جميله وبسيطة بالباوربوينت اللي انا شخصيا بفضله وعملنا له شرح قبل كده. ولو شغال على التليفون عندك تطبيق اسمه بيكس ارت او تطبيق كانفا متميز وعنده تصميمات لاي شغل على السوشيال ميديا، وبرده عملنا له شرح قبل كده. واجهة القناة كمان بيعبر عنها عناوين الفيديوهات. شرحنا في كورس السيو اهمية اختيار عنوان الفيديو بشكل دقيق، عشان هو ده اللي باخد منه الكلمات الرئيسية للوصف والعلامات او التاجز. يبقى برضو لو لقيت عنوان الفيديو مش مناسب او محتاج تعديل يفضل انك تغيره، مع ملاحظة ان تغيير العنوان هيحصل معاه تعديل بسيط على التاجز او الكلمات المفتاحية، لانهم مرتبطين ببعض زي ما قلنا. وقلنا ان العنوان بيتم اختياره من بحث جوجل او يوتيوب بنفس طريقة الكتابة اللي بيستخدمها الناس في البحث، وهو ده الاستهداف. يعني على سبيل المثال لو انت عامل فيديو عن طريقة عمل اعلان ممول، انت في العنوان بتاعك بتكتبه بالشكل ده اعلان ممول، لكن ناس كتير في البحث مش هتكتب همزة تحت الالف في كلمة اعلان، وهتلاقي نسبة المنافسة على الكلمة اللي من غير همزة اعلى من نسبة المنافسة على الكلمة اللي فيها همزة. يبقى انت كده في العنوان بتاعك هتعمل ايه؟ هتستخدم الكلمة بنفس الشكل اللي بيكتبوه الناس عشان نسبة ظهور الفيديو بتاعك في البحث تبقى اعلى. وحنقيس على ده امثلة كتير. يعني لو انت بتدور على كلمة انجليش والناس بتكتبها في البحث بحروف سمول مش كابيتال، يبقى انت برضو هتكون حريص انك تكتبها بنفس الشكل. وبالنسبة للتاجز او الكلمات المفتاحية، متاح انك تكتب كل انواع الاشكال للكلمة دي، يعني تكتب مرة بهمزة ومرة من غير همزة، والكلمة الانجليش تكتبها مرة كابيتال ومرة سمول. يبقى انت هتوصل بالشكل ده لجميع النتائج وجميع فئات البحث. كده احنا اتكلمنا عن واجهة القناة. نيجي لنقطة اعدادات القناة. في صفحة القناة على متصفح كروم بندخل على استوديو اليوتيوب وبنفتح اعدادات القناة او حاجة اسمها سيتينجز. بتظهر لنا النافذة دي وبضغط على كلمة تشانل او قناة، واتأكد ان كاتب التاجز او الكلمات المفتاحية لمحتوى القناة بشكل عام. ايه اهمية النقطة دي؟ اهمية تاجز القناة انها بتعرف يوتيوب القناة دي بتتكلم عن ايه، وبتعرف محتواها لخوارزميات البحث، فبالتالي بتظهر اكتر. يعني على سبيل المثال في فيديو عندي لقيت يوتيوب موضح في الاحصائيات بتاعته انه ظهر للناس من خلال كلمة البحث تعليم، فاستغربت انه ما ظهرش بالكلمة المفتاحية الرئيسية لمحتوى الفيديو، واكتشفت ان كلمة تعليم مكتوبة عندي في تاجز القناة، واستنتجت من كده ان هو ده السبب. وكمان عشان انا بخصص الفئة بتاعة الفيديوهات انها تعليمية اثناء رفعها على يوتيوب، وده يوضح اهمية ان احنا لازم نضيف تاجز او علامات للقناة بشكل عام عشان يساعدها على الظهور. حاجة تانية مهمة اننا نراجع عليها في اعدادات القناة، وهو قسم اسمه about او لمحة، وده اللي بيقدم للزائر معلومات عامة عن القناة
او وصف للمحتوى بتاعها. من المهم جدا اننا نقدم وصف مميز عن القناة، وممكن نستخدم اللغة الانجليزية واللغة العربية في وصف المحتوى مع بعض، او نستخدم احدى اللغتين على حسب رغبتكم. كمان من خلال الاعداد ده بقدر اربط قناتي بوسائل التواصل الاجتماعي زي فيسبوك او تويتر او انستجرام وهكذا، زي ما شرحنا قبل كده في الفيديو بتاع ربط القناة بوسائل التواصل. هنراجع على ايه كمان؟ هنراجع قوائم التشغيل او بلاي ليست. من استوديو اليوتيوب هضغط على قوائم التشغيل، وهبدأ اراجع على كل قائمة منهم واشوف اذا كان في فيديوهات متكررة جوه القائمة، ولو لقيت حاجة متكررة ممكن امسحها، وده ما يعتبرش حذف للفيديو، عشان في ناس بتقلق انه يكون حذف كامل للفيديو من القناة. لا، هو حذف فقط لتكرار الفيديو في قائمة التشغيل. وبحذفه ازاي؟ بقف على الفيديو المتكرر من النقط دي وبختار كلمة remove from، فبيحذف الفيديو المتكرر. وبشوف برضو لو اسم قائمة التشغيل محتاج تغيير، ممكن اغيره من العلامة دي، ان انا اغير عنوان قائمة التشغيل، وممكن اعمل كمان وصف لقائمة التشغيل من العلامة دي برضو، بعمل edit او تحرير وبكتب وصف لقائمة التشغيل او محتواها عبارة عن ايه. كمان بقدر اغير الفيديو اللي ظاهر كصورة مصغرة لقائمة التشغيل، لو مش عاجبني بختار اي فيديو تاني من القائمة بحيث يكون هو اللي ظاهر كصورة مصغرة او معبرة عن قائمة التشغيل. يعني مثلا لو اختار الفيديو ده او الفيديو ده من النقط اللي على جنب دي، بختار set as playlist thumbnail بالشكل ده، فبيبقى هو اللي واخد شكل القائمة معي. حاجة اخيرة بنراجعها وهي التعليقات على القناة. برضو بدخل من استوديو اليوتيوب على كومنتس او تعليقات، وبشوف لو في تعليقات غير مناسبة بحذفها، وبروح للقسم الفرعي الخاص بنقل التعليقات اللي يوتيوب بيحس انها غير لائقة او بتحتوي على روابط ضارة، وبحذفها برضو علشان لما يجي الوقت اللي هيراجع فيه يوتيوب القناة ما يكونش عليها اي تعليقات سيئة او اعدادات تحتوي على اي اخطاء. يبقى انا كده عملت جولة في قناتي، اطمنت على الواجهة بتاعتها اللي هي اول حاجة بيشوفها زوار القناة، ورجعت على الاعدادات الداخلية ليها. فاضل حاجة مهمة وهي احصائيات القناة بشكل عام. احنا قلنا جزء منها قبل كده لما اتكلمنا عن نسبة الاحتفاظ بالجمهور ونسبة النقر الى الظهور، لكن دي كانت نقطة في بحر احصائيات القناة. المرة الجاية باذن الله هنعرف ازاي نتابع احصائيات كل فيديو، والاوقات اللي حصل فيها على مشاهدات عالية، وايه اسبابها، واستفيد منها ازاي، والمشتركين بيجوا عن طريق انهي فيديو اللي حاز على اعجابهم، وبرضو المشتركين اللي خرجوا وغادروا القناة خرجوا عن طريق انهي فيديو. استنوني الحلقة الجاية عشان نعرف مع بعض ونتعلم ازاي نكبر قناتنا من خلال الاحصائيات دي. ما ننساش نشترك ونتابع كل التيبس الجديدة، والى اللقاء.